مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في برنامج وفي رواية أخرى من عمان العاصمة الأردنية. وفيها سنلتقي بمناضلة ذائعة الصيت التحقت بركب الثورة الفلسطينية منذ بداياتها الأولى لتهبها كل جهدها ووقتها، بل إن الثورة أصبحت قصة حياتها بعدما اقترنت بخليل الوزير أبو جهاد، أحد أهم قادة حركة التحرير الفلسطيني على الإطلاق، رفيق دربها وشريكها في درب النضال الوطني، والرجل الأول والأخير في حياتها كما وصفته في مذكراتها رفقة عمر. ضيفتنا كانت أيضا رائدة النضال النسائي الفلسطيني، فهي أول امرأة تنتمي إلى حركة فتح، وهي من أسس وأشرف على جناحها النسائي. سنطلع في هذه الحلقات على رواية أم جهاد، وهي توثق من خلال سيرة حياتها سيرة حركة فتح وسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وأيضا سيرة أول الرصاص وأول الحجارة الشهيد أبو جهاد. ضيفتنا هي السيدة انتصار الوزير، وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضو المجلس الوطني والمركزي والمجلس التشريعي الفلسطيني سابقا، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. ست أم جهاد، مرحبا بك، وشرف كبير لي أن أستضيفك في البرنامج. شكرا لقبول دعوتي. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. ست أم جهاد، حضرتك من مواليد بداية الأربعينات، يعني نتحدث عن فترة ما قبل النكبة. أكيد. أود أن أسألك عن ماذا تتذكرين ذكرياتك من تلك الفترة عن غزة، أنت من مواليد غزة طبعا، وعن فلسطين ما قبل النكبة. كان شعبنا بعيش يعني حياته بكل تفاصيلها، يعني أنا ولدت في مدينة غزة وعشت حياة طفولة جميلة يعني مع عائلتي ومع شعبي، وطبعا كنت أروح على المدرسة وإلي أصدقاء، وبعطلة الصيف كنا نصيف على البحر، يعني نقضي 3 شهور العطلة على شاطئ بحر غزة، فكانت أيام جميلة. وطبعا يعني كان في نوادي وكان في مراكز ثقافية وكان يعني ونشاطات رياضية ومسابقات رياضية، يعني كنا عايشين حياة جميلة جدا. يعني هل كنتم يعني واعين أو مدركين بالخطر الذي يتربص بفلسطين حينها بداية منتصف الأربعينات، الصهيونية، العصابات الصهيونية، طبعا هذا كله قبل النكبة، هل كنتم واعين بهذه الخطورة التي تحتق بالشعب الفلسطيني حينها؟ يعني أنا كنت طفلة في هذاك الوقت، يعني ما لا أذكر شيء منها إلا أنه يعني أني أنا رحت مع والدتي إلى مدينة الرملة في ضيافة بيت عمي أبو لأبو جهاد، فيعني كمان كانت الحياة جميلة، ولكن دائما كان فيها يعني كنا نشوف في مظاهرات، في تحركات جماهيرية يعني ضد الاستيطان، ضد المستوطنين أو ضد الهجرة اليهودية لفلسطين. طبعا في تلك الأيام كان بإمكان المواطن الفلسطيني أن يزور أي مدينة يشاء في أي بقعة من أراضي فلسطين، ليس كالآن طبعا. الرملة داخل الخط الأخضر طبعا. لا، اليوم ممنوع، ما بنقدر، يعني بدك تصريح، يعني قطاع غزة محاصر والمحافظات الشمالية معظمها يعني في أيام عديدة بتكون مغلقة. طبعا الآن قد يصعب على المشاهد أن يتفهم أو يتوقع أنه حينها كان بإمكان الشخص الفلسطيني أن يذهب إلى أي مدينة يشاء، يريد أن يذهب إلى القدس من أي مدينة أخرى، إلى بيت لحم، إلى الرملة، إلى الناصرة، إلى حيفا، وحتى أيضا إلى الدول العربية، أيضا حتى إلى سوريا ولبنان كان مسموح فلسطيني يتنقل. وكان في بفلسطين يعني عمال يجوا يشتغلوا من مصر أو من سوريا أو من لبنان. كان في إقطاعيين كتير لبنانيين بيملكوا أراضي كبيرة فيه. عام 48 حدثت النكبة، ماذا تتذكرين من تلك السنة؟ هل عندك مشاهدات ما زلت تتذكرينها لليوم؟ بتذكر الرعب والخوف نتيجة القنابل اللي كانت ترميها الطائرات الإسرائيلية على مدينة غزة. أيضا مدينة غزة تعرضت، وخاصة يعني مناطق مدينة غزة المتاخمة
للأراضي الفلسطينية بالداخل. فدائما كان في قصف طيران، فطبعا كنت أكون مرعوبة جدا يعني في تلك المرحلة. غزة حينها، قطاع غزة إداريا لمن كان يتبع حينها؟ لا، كان للإدارة البريطانية، للانتداب، الانتداب البريطاني. أي كان جزء من فلسطين يعني، كانش بيتبع أي جهة أخرى. نعم. وطبعا ألحق قطاع غزة بالإدارة المصرية يعني بعد 48. بعد 48، خلال 48 حصلت عمليات التهجير، طبعا المجازر الكبيرة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في فلسطين، وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في المدن الفلسطينية باتجاه غزة، باتجاه الضفة الغربية، باتجاه الدول الأخرى طبعا، إلى الأردن وسوريا ولبنان. عائلة أبو جهاد خليل الوزير هجرت من الرملة إلى غزة. صحيح. نعم. يعني كان دائما يعني صورة أيام الهجرة أو النكبة كانت يعني عايشة في ذهنه، ويعني بكل أفكاره، عمره ما نسيها، وكان دائما يحدثنا عنها ويحدث أولاده عن الهجرة. يعني كان بيتذكر أنه لما نشد القصف على مدينة الرملة احتموا بالكنيسة، قعدوا عدة أيام موجودين بالكنيسة إلى أن بمكبرات الصوت الإسرائيليين طلبوا منهم أنهم يطلعوا على الساحة. فكانوا لما وصلوا على الساحة طبعا هربوا شوي على البيت حتى يجيبوا بعض الأشياء من البيت، يعني حملته أمه صرة طعام عشان إخوته الصغار لأبو جهاد. فلما وصلوا الساحة كان الجنود العصابات الإسرائيلية بيدفعوا فيهم على البساط، رفضوا إنهم يحملوا معهم أي شيء، فأجبروه إنه يسيب صورة الأكل على الأرض. فبتلك اللحظة نزل من الباص حتى يأخذ صورة الأكل علشان إخوانه ما يجوعوا، فشافوا تبع الهجنة فحاول يطلق عليه النار. أمه شافته من بعيد فشدته على صدرها، فإجت رصاصة في أحد الجيران، في ابن جيرانهم. فكان هذه أول مرة يعني بتعرض فيها للموت، يعني تم إطلاق النار فعليا عليه يعني. إيه إيه، من أول مرة يعني، والسبب إنه راح يأخذ صورة الأكل عشان إخوانه. هو كان أكبر إخوانه، كان هو البكر؟ كان أكبر إخوانه. نعم. هو البكر. في مذكراتك ست أم جهاد رفقة عمر تتحدثين عن يوميات أبو جهاد الأولى في غزة حينما وصل إلى غزة، وكيف بدأ اهتمامه بالنضال، وبدأ يفكر كيف يقوم بشيء لتحرير فلسطين والانتقام لأهله، وكيف أنه هجر والعودة إلى بيتهم وكذا. أعطينا ملمح من ملامح يوميات أبو جهاد في غزة في البداية كما وصفتيها بالكتاب. في البداية كانوا طبعا يعني هو وإخوانه يبحثوا عن أصدقائهم وجيرانهم في تجمعات اللاجئين، سواء في المدارس اللي بالقطاع أو في الوكالة عملت لهم خيام. وطبعا يعني دخل المدرسة، يعني قبل ما يدخل المدرسة اضطر إنه يشتغل، يبيع أدوات، أشياء صغيرة، مقصات، بكل، مشابك، أي شيء يعني، على علبة صغيرة يعني كان يقعد فيها بالشارع يبيع حتى يجمع بعض الفلوس حتى يساعد عائلته. وبعدين انتقل واشتغل عند واحد تاجر يبيع قماش، وحوش مصاري راح اشترى كاميرا، والكاميرا كان يروح فيها على المخيمات يصور حياة اللاجئين بالمخيمات. صور الأطفال العراة اللي بيمشوا بدون ملابس، بدون أحذية، وكان يبعث هاي الصور لوكالات الأنباء يعني حتى يشرح للعالم المعاناة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. هذه كانت أول حركاته. بعدين فكر إنه الأحزاب اللي موجودة في غزة، كانت يعني عدة أحزاب، التحق بالإخوان المسلمين لأنهم قاتلوا بفلسطين في تلك الفترة في 48،
ولكن اكتشف انه هم غير جادين بتحرير فلسطين زي ما هم بيعلنوا بأدبياتهم. هو التحق بهم رسميا يعني في البداية؟ التحق فيهم رسميا، وكان مسؤول عن المكتب الطلابي، وكان يعني معه مجموعة كبيرة من الشباب. فهو لما ترك قدم لهم مشروع كفاح مسلح، ولكنهم رفضوا يتعاطوا معه وقالوا له أنه هذا مش وقته، وإحنا مش جاهزين للكفاح المسلح، لأنه كان عندهم مشاكل مع جمال عبد الناصر في مصر. فبالتالي لما لقاهم غير جادين في موضوع تحرير فلسطين انسحب من الحزب، وبدأ يشكل تنظيم بدون اسم، بس تجميع لعدد كبير من الشباب على أساس تحرير فلسطين. وبالفعل هذه المجموعات قامت بالعديد من العمليات، كان أهمها عملية خزان زوهر. هو اللي قادها، كان قائد هذه المجموعة أبو جهاد؟ صحيح. ولذلك يعني بعد عملية خزان زوهر يعني بال54 تقريبا اكتشف إحدى المجموعات يعني كان معها عبوة، هاي العبوة ما قدروش يدخلوا جوا، فحفروا على الأرض ودفنوها بالأرض. فكان موجود عندنا بقطاع غزة سودانيين بسمينهم هجانة، اللي كانوا حرس الحدود على الجمل. فخبط الجمل مع واحد فيهم على علبة المتفجرات، فأخذها وسلمها للسرايا في غزة للإدارة المصرية. طبعا اكتشفوا انه هاي صنع محلي، بميزها قطعة مصبوبة صب حديد، فداروا على المحددة في كل البلد، وين في محددة راحوا زاروها ويوجهوا للحداد 3 أسئلة: تعرف تعمل مثل هاي؟ بعرف. عمرك عملت لحد؟ لا ما عملتش. لو وصلوا محددة في إحدى المناطق اسمها الزيتون، فقال صاحب المحددة: أنا عملت. لمين عملت؟ قال له شاب ما بعرف، ابنه للحداد، طالب في نفس المدرسة مع خليل، دلهم عليه. فقال لهم أنا بعرفه، اسمه خليل الوزير. فبالتالي طبعا المخابرات اعتقلته. اعتقلوه وأبعدوه على القاهرة، إلى القاهرة، أبعدوه عن غزة باتجاه القاهرة. القاهرة. هل يمكن ستم جهاد، هل يمكن القول أنه عملية خزان زوهر قد تكون ربما من أولى العمليات الفدائية النضالية الفلسطينية؟ ممكن نقول هذا في غزة على الأقل؟ هي مش الأولى، هي إحدى العمليات في تلك المرحلة. لأنه سبقها مجموعة من العمليات، وضع ألغام تحت آليات إسرائيلية أو باصات إسرائيلية، باصات للجنود، سيارات للجنود، هيك شيء. بالمناسبة طبعا النضال لم يكن مقتصرا على الشباب حينها، ربما كان الشباب الفلسطيني حينها يقوم بالعمليات الفدائية بشكل مباشر في الجبهات، ولكن العوائل أيضا والسيدات والأمهات كنا يساعدنا أيضا المناضلين في بيوتهم بتخبئة السلاح مثلا، بتقديم الزاد والمؤونة. أعطينا ملمح عن العوائل الفلسطينية، كيف كانت تؤمن وتساهم في النضال الفلسطيني دعما للفدائيين الفلسطينيين حينها. بالتأكيد يعني كانت الأمهات يعني بتحتفظ بالعمل، كان سري وما كان حد بيعرف شيء عن العمليات، ولكن إذا عرفت الأم شيء يعني ممكن إنها تحفظ السر وتدعم. صحيح إنه في بيتكم كنتوا تخبوا أسلحة للفدائيين في بيتكم بغزة؟ بفترة من الفترات يعني في بداية العمل الثوري جاب لي أبو جهاد سلة فيها برتقال، قال لي انت صار هاي السلة بس خبيها عندك بس كم يوم، لأني محتاجها وحوصلها بعدين، أجي أخذها بعدين. فأنا بقول له إيش فيها؟ قال لي زي ما أنت شايفة بردقان. قلت له كلها بردقان؟ قال لي بردقان بس فيها إشي مهم كتير، بس ديري بالك عليها. طبعا أنا وين بدي أخبيها؟ خبيتها بخزانة الوالدة بالأوضة بالغرفة. فأمي إجا عندها ضيوف
وأنا كنت بقرأ يعني بأدرس بالأرض، يعني عندنا حكورة بنسميها، نعم فكنت بدرس بالحكورة تحت شجرة التين، فطلعت متأخرة على البيت، فبتقول لي تأخرتي وأنا بستناكي. بقول لها ليش بتستنيني؟ قالت لي بدي أعرف إيش هذا اللي جايباه. بقول لها إيش هو اللي جايباه؟ قال أنا شفت البرتقان وعجى عندي ضيوف، فكرت إنه بدي أحط للضيوف برتقان، فاكتشفت إنه في إشي. فقلت لها هذا إشي مهم. قالت لي طيب إيش اللي بتعمليه؟ قلت لها هذا إشي مهم للوطن، يعني ما بيضرك ولا كان بيضرني. مسدسات يعني كان ولا كيف؟ لا، كان مجموعة قنابل، 5 قنابل كان بالسلة، فوقهم مغطيين بالبرتقان. نعم نعم. كم كان عمرك ست مجاهد في الفترة هذه؟ يعني لسه كنت في المرحلة، يعني لسه ما كانت فتح بهذاك الوقت، يعني الكلام هذا قبل 56، قبل العدوى الإسرائيلي على غزة وعلى مصر؟ ايه قبل 56. قبل 56. ست مجاهد، متى بدأ اهتمامك بالقضية الفلسطينية وميولك نحو النضال وفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؟ متى يعني تبلورت فكرة عندك؟ يعني البداية كانت في هاي الفترة، لما شعرت إنه هذا العمل مهم للقضية الفلسطينية ومهم لشعبنا، وإنه نبدأ بكفاح مسلح. طبعاً هذا كان هدف كبير، بس ولكن اهتمامي الأساسي كان بعد الاحتلال بال56، العدوان الثلاثي اللي إجا على مصر وسوريا وقطاع غزة. طبعاً احتلت مدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني يوم ما دخلوا يعني كان يوم أسود على شعبنا، لأنه طلبوا من الشعب بمكبرات الصوت أنه نطلع على الساحة رافعين الرايات البيضاء. فطبعاً طلعنا نحن على الشوارع على الساحة، بعدين جمعوا الشباب والرجال لحال، ونحن قالوا لنا ارجعوا يعني على البيت. رجعنا على البيت، بعد شوي ما لقينا إلا مجموعات مسلحة بتيجي بتدخل البيوت وبتفتش على السلاح. طبعا دخلوا على البيت وقلبوا الدنيا، الفراش والأكل والرز على العدس، على يعني بهدلوا المطبخ بهدلة كبيرة. وبعدين ممارساتهم في داخل فلسطين، في داخل قطاع غزة في هذاك الوقت كانت وحشية جدا، اعتقالات مستمرة للشباب، وطبعا مجازر حصلت في أكثر من موقع، ومقاومة بسيطة كانت، ولكن كان في اعتقالات يعني لمجموعات كبيرة من الشباب. نعم. أبو جهاد في الفترة هذه في 56 كان في مصر هو؟ هو كان في الإسكندرية أثناء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وترك الجامعة والتحق بمعسكر كانت أقامته رابطة طلاب فلسطين في القاهرة. نعم. اللي كان برأسها ياسر عرفات. وحينها التقى؟ وحينها التقى للمرة الثانية مع ياسر عرفات. إذا كان التقاه من قبل؟ التقى قبل 56. بال54 مع ياسر عرفات، يعني على أثر مذبحة حصلت بالمورتر على مدينة غزة، سقط فيها أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقتها يعني شهدت مدينة غزة مظاهرة، أضخم مظاهرة يمكن بشوفها بحياتي، يعني من كل الشعب رجال ونساء وأطفال طلعوا مظاهرة ضد الاعتداء الإسرائيلي على غزة. فبالتالي وقتها أضربت رابطة طلاب فلسطين بالقاهرة عن الطعام، فلما وصل الخبر لجمال عبد الناصر طلب قيادة الرابطة إنه يلتقوا معه، فلما التقوا معه حدثوه عن المجازر اللي بيرتكبها الاحتلال في غزة، فطلب منهم إنهم يرسلوا وفد ويرجعوا له بتقرير عن الأحداث. فمين الوفد اللي إجا على غزة؟ إجا ياسر عرفات وصلاح خلف كان برضو معه وسليم الزعنون. في هذاك الوقت خليل قابل ياسر عرفات، كان مسؤول خليل عن الجريدة الطلابية بالمدرسة، مدرسة فلسطين الثانوية، فعمل معهم مقابلة نشرها على جريدة المدرسة اللي كان اسمها في هذاك الوقت فلسطيننا. نعم.
كان أبو جهاد اللي مشرف عليها. إيه. نعم. فهاي أول مرة كان بلتقي فيه. هذه بالأربعة وخمسين وبعدين التقى بالقاهرة بالستة وخمسين أيضا. ستة وخمسين التقوا للمرة الثانية. ثانية. وبعدين طبعا اللقاءات تجددت وتوثقت في الكويت. صحيح. يعني لما وصلنا للكويت كان ياسر عرفات بيستنانا بالمطار. حتى يمكن كان قريب من الطائرة وأخذنا بسيارته ووصلنا. ويعني نحن أول ما تعرفنا تعرفنا عليه، يعني أنا شخصيا تعرفت عليه. يعني أول ما وصلت الكويت كان أبو عمار يستناكم. إيه. فوصلنا يعني عند بيت ابن عمي وقتها وضل معنا وإحنا بنبحث عن شقة. فبالتالي استأجرنا الشقة وكان معنا حتى لما نروحنا شرينا الأغراض وأثثناها وأهدانا وقتها يعني بتذكر بوتاجاز للبيت. نعم. وضل معنا يعني كنا دائما نحن الثلاثة يعني كان أخ عزيز علينا وكنا دائما نطلع مع بعض ونسهر مع بعض ويجي عنا بالبيت دائما. وكان بيتنا رغم أنه بيت صغير ولكنه كان مقر لاجتماعات اللجنة المركزية لفتح. طيب هنا نقطة مهمة جدا ست أم جهاد. فتح متى تأسست فعليا؟ نحن نتحدث الآن عن 62 واللقاءات اللجنة المركزية لفتح في الكويت، وهناك لغط كبير وخلاف كبير حول التاريخ الفعلي والسنة الفعلية لبداية وانطلاقة فتح رسميا. لديك الجواب الشافي والوافي في هذه النقطة، ما هو التاريخ؟ الحقيقة فتح اتأسست بالثمانية وخمسين. بالثمانية وخمسين يعني خليل لما انترك قطاع غزة طبعا ضلوا على تواصل مع الشباب اللي كان بينظمهم. لما التقى بياسر عرفات في إحدى الليالي كان معه بالسيارة ولفت السيارة يمكن مسافات طويلة من مدينة الكويت وهي بتلف وهما بتحدثوا. بعدين نزلوا من السيارة وقفوا على شط الخليج ودرسوا هموم شعبنا إنه إيش بدنا نعمل، لازم نعمل شيء. فأبو جهاد كانت عنده تجربة الكفاح المسلح في قطاع غزة، فحكى لأبو عمار إنه إحنا لازم نعيد بناء تنظيم من أجل نبدأ بالكفاح المسلح. والتنين أقسموا على هذا الخط واتفقوا أنه كل واحد منهم باجتماع آخر يجيب أحد الإخوة اللي بيثق فيهم. ففي الاجتماع التالي مين الأخ اللي إجا؟ عادل عبد الكريم. عادل عبد الكريم، عادل عبد الكريم إجا باللقاء الثاني وأقسم معهم اليمين واتفقوا أنه كمان يجيبوا كمان آخرين. فجابوا كمان اثنين، نادر عميرة وكمان شاب تاني. وبالفعل بدوا يفكروا بالتنظيم كيف بده يكون وإيش مهيته وإيش إمكانياته وإيش القدرات اللي بدهم يأمنوها. انسحبوا الاثنين وضلوا الثلاثة عادل عبد الكريم وياسر عرفات وخليل الوزير. وهيك بدأت اللجنة الخلية الأولى تكبر. إذا نتحدث الآن عن الخلية الأولى التي أسست حركة فتح. إذا للتاريخ أود أن أوثق هنا للتاريخ، السنة 1958. 58. المكان الكويت العاصمة. الكويت. والأشخاص في البداية الخلية الأولى أبو جهاد وأبو عمار. وانضم منهم عادل عبد الكريم. نعم. وبعدين انضم فاروق القدومي. وخالد الحسن وأبو يوسف النجار وأبو مازن. نعم. يعني في الساحة الفلسطينية في ذلك الوقت كان في إرهاصات ثورية، كانوا الناس بيفكروا إنه طالت مدة الهجرة ولازم نعمل شيء. نعم. من أجل تحرير فلسطين. فكان في مجموعات متعددة في مناطق مختلفة تفكر نفس التفكير بالكفاح المسلح. فبالتالي فتح بدأت تتصل بهاي المجموعات. نعم. وتتحاور معها وتتفق معها وتنظمها. مفهوم. ستم جهاد، فقط نتوقف عند فاصل قصير لدقائق ثم نعود نواصل الحديث في هذه النقطة إذا سمحتي. مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ست أم جهاد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة الكويت والخلية الأولى التي شكلت حركة فتح، وأود أن أسألك عن دور الكويت الفعلي في دعم القضية الفلسطينية، وما الذي قدمته الكويت فعليا للقضية الفلسطينية؟ هل كان هناك فعليا دعم لكم في تلك المرحلة من قبل الكويت بالتأكيد الرسمية؟ بالتأكيد، يعني لولا أنه الكويت أعطت مساحة واسعة للعمل الثوري في داخل الكويت، وسمحت لحركة فتح بالعمل وبالتحرك وبالتنظيم، ودعمت فيما بعد يعني بالمال الثورة الفلسطينية والحركة. بالتأكيد يعني إحنا الشعب الفلسطيني يعني نقدر تقدير عالي الدور اللي لعبته الكويت في حياة الثورة الفلسطينية. نعم، وأيضا بعد الكويت جاءت مرحلة الجزائر، وأيضا الجزائر كان لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، وأبو جهاد شخصيا كان أول من فتح مكتب لفتح في الستينات في الجزائر العاصمة. صحيح. وكان هناك قصة طبعا لم تكن المسألة سهلة، احكي لنا يعني مرحلة تأسيس فتح مكتب لفتح في الجزائر. بال63 يعني كان لنا تقريبا 6 شهور في الكويت موجودين أنا وأبو جهاد في أول حياة زوجية يعني. فبالتالي لما إجا للحركة برقية من أخوه لأبو عمار كان موجود في الجزائر، إنه الحركة الحكومة الجزائرية أعطتنا مكتب إعلامي لحركة للثورة الفلسطينية، فإذا ممكن تبعتوا حدا يستلم المكتب لأنه أنا ما بدي أضل بالجزائر. فبالتالي الحركة يعني التخموا الشباب، يعني مين بده يروح؟ الكل كان يعني موظف وبمراتب عليا يعني وعنده دخل محترم وعنده عيلة، فمين بده يترك ويروح على الجزائر؟ فقال لهم أبو جهاد ما تحتار وأنا بروح. بالفعل راح على الجزائر، ولكن يعني طبعا هو راح على الجزائر وأنا القرار إنه أنا أروح على غزة عند أهلي. نعم. وأحمل معي بعض الرسائل للشباب التنظيم. بالتالي أنا روحت، وطبعا كان الاتفاق بيننا أنه هذا التحرك وروحته على الجزائر سرية تماما، ما لازم حدا يعرف، لدرجة أنه والدي ووالده كانوا يسألوني ليش ما إجا خليل معاك، كنت أقول لهم أنه عم بيحاول يقدم امتحان بالجامعة بالكويت لا بالجزائر على أساس كان أو أنه كان بيقدم امتحان في بيروت. نعم. وطبعا المخابرات المصرية كانت دايما تيجي تسأل عنه، فبالتالي يعني السرية التامة كان موجوده في الجزائر بسرية تامة. نعم. وطبعا يعني كان مفروض يعني مباشرة يعني يبعث ياخدني على الجزائر، ولكن يعني استمر غيابنا عن بعض أكثر من 6 شهور 7 شهور. نعم. وأنا قرأت في أول حياة عائلية يعني في نعم. أول سنة زواج غبنا عن بعض طبعاً كانت هناك 7 شهور. تضحية شخصية كبيرة منك ومن ايه ومن أبو جهاد. بالتأكيد. يعني بالتأكيد كنتم تقدمون القضية على أي أمور على شخصية على حياتنا الخاصة. بالتأكيد، لأنه كان طموحه عالي جدا وكبير إنه الجزائر تبقى يعني أرض صلبة يوقف عليها وتدعم الثورة الفلسطينية وتدعم التنظيم وتدعم الحياة العسكرية يعني التدريب والتسليح وهي القضايا. كان مؤمن تماما، وكان يروح كل يوم على مكتب بن بلة لمدة 6 شهور تقريبا. أحمد بن بلة الرئيس الأول للجزائر يعني الجمهورية الجزائرية. نعم. فما كان يقدر يقابله، لدرجة أنه قرر أنه يرجع ويترك الجزائر. فبالصدفة التقى مع صديق له اسمه عثمان السعدي. عثمان السعدي كان مندوب حركة التحرير الجزائرية بالكويت، وكان صديق لأبو عمار ولأبو جهاد في ذلك الوقت، وكانوا يساعدوه لما كانوا يعملوا حملات تبرعات جمع تبرعات من الكويت. فبالتالي كان لما شافوا وقال له أنه أنا بده يروح بده يرجع على الكويت، وهي مفاتيح المكتب تفضل، لأنه ما مارسنا عمل فيه وما سمحوا لي أني أشتغل فأنا مروح. فبالتالي راح عثمان السعدي وحكى مع بن بلة، فقال له
انت ليش ما بتدعم هدول الشباب؟ هدول شباب ثوار وبدهم يكافحوا من اجل قضيتهم من اجل شعبهم من اجل فلسطين. فقال له انت بتثق فيهم؟ قال له انا بثق فيهم. قال له خلص خليه يمارس عمله. وبالفعل رجعوه من المطار. فطبعا هو موجود في الجزائر ارسل يجيب المعلمين للتعريب للغه العربيه. فجاب كل الشباب التنظيم اللي معه اللي كانوا في قطاع غزه واللي كانوا بالاردن واللي كانوا بسوريا واللي كانوا بلبنان. فكل الشباب بداوا يجوا على الجزائر علشان يشتغلوا بالتعريب، مدرسين لغة عربية. وجاب أطباء أيضا وجاب مهندسين، وبلش إيش يطلب من الجزائر إنه تعملهم دورات تدريب على السلاح للشباب. فدخل حوالي 45 شاب للكلية العسكرية بشرشقر، وهدول لما نتخرجوا كانوا وقود للثورة الفلسطينية. يعني ما تصور يمكن 90% منهم استشهدوا. وملفت جدا هذا التغير في الموقف الجزائري. في البداية كان يرفض حتى اللقاء به بن بلة، وصل درجة الثقة به إلى أنه فتح له الأبواب تماما. أبدا. معسكرات تدريب لكل الشباب الفلسطيني اللي بده يتدرب. طبعا شباب فتح كانوا وقتها ملتزمين بالتنظيم، وبالكلية العسكرية الشباب تخرجوا وكانوا وقود للثورة الفلسطينية. نعم. يمكن وأكيد استفادوا من تجربة الثورة الجزائرية. أكيد درسوا التجربة الجزائرية. وهو سافر على الصين هو وأبو عمار، وراح على فيتنام وراح على كوريا ودرس التجربة الصينية والكورية والفيتنامية. نعم. أيضا وخاصة حرب العصابات. التحقت بالجزائر أيضا أنت في تلك الفترة؟ رحت الجزائر؟ التحقت طبعا بعد تقريبا 8 شهور. ولما وصلت طبعا يعني كان عندي طفلي الأول جهاد، وكان رضيع لسه. يعني أنا ولدته في قطاع غزة وأبوه شافه كان عمره تقريبا 6 شهور أو 7 شهور. فلما وصلت طبعا اكتشفت انه ما في دخل، لانه اتبرع بالدخل اللي كانوا مخصصين له الجزائريين يعني على المكتب تبرع فيه. طب فكرت انا شو بدنا نعمل. فكان بيجوا طلاب من قطاع غزة ومن الأردن حتى يشتغلوا بالتعريب بالتعليم. فروحت قدمت أوراقي أنا تعملي مثلهم يعني على أساس أشتغل بالتعليم تعليم اللغة العربية. فبالتالي لما الشاب أخذ الأوراق بالمكتب وراح على الأكاديمية وقدم الأوراق ولقوا في أول 6 موجودة بالمجموعة، فدغري وافقوا علي يعني. رجع وجايب لي الأوراق إنه أنا تعينت. فلما أبو جهاد شافه متضايق كتير قال لي لا ما بصير تشتغلي، في 60 واحد قبلك موجودين. أخذ الأوراق وحطها بالدرج وقفل عليها وقال لي بتستني لا يخلصوا الباقيين ويشتغلوا بعدين بتشتغلي. فعلا لما نخلصوا إجا قال لي قومي معي مشوار. وين؟ قال لي بس تعالي. طلعنا ركبنا أول مواصلة أول باص وركبنا تاني باص وبعدين نزلنا، وهو بيقول لي هاي مدرستك بدك تيجي هين تشتغلي اعتبارا من بكرة. اشتغلتي فعليا مدرسة للغة العربية في باللغة الجزائر. العربية بالتعريب. نعم. يعني لغاية ما تركنا الجزائر كنت أشتغل بال 65 غادرت. طبعا حياة المناضل هي حياة ترحال وتنقل من بلد لبلد حسب مقتضيات الحاجة. يعني بعد كم سنة تقريبا 3-4 سنوات أو 3 سنوات بالتحديد 65 انتقلت من الجزائر إلى سوريا لبنان. إلى لبنان ثم سوريا. قبل الجزائر. نعم. لبنان. بلبنان طبعا يعني كانت كمان بيتنا كان مركز للعمل، فكان يلتقي فيه بالشباب التنظيم. وبعدين لما نسافر كان دائما رايح جاي على سوريا، وكانوا يجي هو والأخ أبو عمار على بيروت وجايبين معهم مثلا البلاغ العسكري. انا اطبع البلاغ العسكري على الآلة الكاتبة واسحبه على الستانسل ونقعد نحطه بظروف ونحط عليه عناوين وزارات الدفاع والجرائد والصحف والمجلات ونرسله بالبريد. نعم نعم.
أود أن أسألك عن نقطة مهمة جدا مرتبطة بحضرتك شخصيا، وهي نقطة العمل النسائي الوطني الفلسطيني. حضرتك من رواد لم تكن الرائدة الأولى في إقحام المرأة الفلسطينية في العمل النضالي الوطني الفلسطيني، وذلك بدأ أتوقع في دمشق عام 65. كيف بدأت هذا الاتجاه؟ كيف بدأ؟ أولا العمل كان سري بالبداية، ولما طلعنا على الكويت برضو كان سري، وبعد الكويت لما رحنا على الجزائر ما كانش في جالية فلسطينية، كان معظم الموجود في الجزائر شباب، يمكن واحدة فقط كانت موجودة اسمها توحيدة وافي، أخت أحد الإخوان، كانت معلمة أيضا، وأنا نظمتها فعلا، وكنا نشارك في كتير فعاليات للاتحاد النساء الجزائري، لأن الجزائر بتعرف كانت يعني منطقة يعني فيها كل حركات التحرر في العالم، من آسيا لإفريقيا لأمريكا اللاتينية، فبالتالي دائما كان في فعاليات تضامنية مع أحزاب، مع دول، مع حركات تحرر، فكنا دائما نشارك باسم فلسطين أنا وياها. فلما تركنا لبنان ورجعنا على سوريا فجأت إنه في جالية كبيرة شعب فلسطيني في مخيم اليرموك ومخيم سبينة والست زينب، يعني وين ما بتمشي في مخيمات فلسطينية، في كان بهذاك الوقت أكثر من 450 ألف فلسطيني، وكانت فعلا سوريا فتحت أبوابها للثورة الفلسطينية واحتضنت حركة فتح، وكان عندنا لفتح معسكرات وتدريب ومستودعات سلاح وحركة يعني تنظيمية كبيرة، فبالتالي كل نساء كتير، فتيات كتير، فكنت لما ألتقي بالفتيات يعني ونقعد هيك نتناقش كنت أشعر قديش رغبتهم إنهم ينتموا للثورة. فبالتالي رحت حكيت لأبو جهاد، وقتها كان هو بسلم مهمة التنظيم، قلت له الوضع هيك هيك والبنات حابين يتنظموا، فإذا يعني لازم نعمل نحن شيء من شان هذا الموضوع، فقال لي أوكي ابدي اشتغلي معهم. ففعلا بدينا نشتغل، وطبعا أنا ما بعرف حدا، بس سألت الشباب الإخوان اللي مقيمين بسوريا فعرفوني على مجموعة من البنات من الأخوات، فاتفقنا والتقيت فيهم عدة مرات وحكيت لهم على أهداف ومبادئ ومنطلقات حركة فتح وآليات العمل تبعتها وبإيش تؤمن، فبالتالي انضموا للحركة وأقسموا اليمين أمام أبو جهاد. ومتى بدأت عملية التدريب العسكري ولا على العمل الثوري الفعلي؟ طبعا هاي المجموعة بدأت تكبر تتوسع، فعملنا مركز في مخيم اليرموك اللي هو نادي فتيات فلسطين على أساس نادي ثقافي اجتماعي، وهذا النادي طبعا كان فيه لجان، لجنة ثقافية ولجنة فنية ولجنة معارض، وكنا ندرب فيها نعلم الصبايا على الاهتمام بالتراث الفلسطيني، الغرزة الفلسطينية، التطريز الفلسطيني الفلاحي اللي بتشتهر فيه المرأة الفلسطينية. فبالتالي يعني هذا كان ملتقى للفتيات، ومن خلاله استطعنا ننظم أعداد كبيرة وتوسعنا كتير، يعني كان عنا تنظيم نسائي وصل لحمص وحلب واللاذقية ومناطق كتير بعيدة. طبعا يعني المهاجرين الفلسطينيين كانوا موجودين كل المدن السورية، كل المدن السورية مخيمات يعني بحلب كان في النيرب، في مخيم النيرب، في اللاذقية، في حماة، في حمص، وكنا نروح نزور هاي التنظيم دائما باستمرار ونعمل لقاءات توعوية وتثقيفية. وبعدين بدينا أول معسكر عملناه، معسكر كان فيه حوالي يعني أقل من 100 امرأة أو فتاة، كان المعسكر ناخدهم الصبح في الباص على مكان التدريب ونرجعهم المساء، يعني ما يناموا في المعسكرات، شوي شوي بدوا يتأقلموا معانا، وصرنا نعمل معسكرات مغلقة يعني لمدة أول مرة لأسبوع، ثاني مرة لأسبوعين، وبعدين صرنا نمددها لشهر.
وهل شاركنا هؤلاء النسوة، شاركنا في العمليات القتالية ضد الإسرائيليين فعليا؟ لا، بالقتال ما كانش في قتال في هذيك المرحلة، ولكن بالأخوات اللي كانوا بالتنظيم بالأردن يعني شاركوا بالأحداث اللي كانت موجودة. اللي كانوا بلبنان فعلا أيام الاجتياح اللبناني ب82 كانوا بالقواعد. نعم نعم. قبل قليل ست أم جهاد تحدثت عن كيف أنه النظام السوري حينها سوريا فتحت أبوابها للفلسطينيين، صحيح، شعبيا وتنظيميا، واستقبلت صحيح فتح وساعدتها في البداية، ولكن حدث هناك خلاف بين القيادة السورية حينها وقيادة حركة فتح، وصل إلى درجة أنه تم اعتقال أبو جهاد وأبو عمار في دمشق. وهناك قصة خلف هذا عملية الاعتقال. أولا، ما هو يعني سبب الخلاف بداية؟ يعني أولا سبب الخلاف كان داخلي، يعني مثلا اللجنة المركزية كانت موجودة معظمها بالكويت، وأبو عمار وأبو جهاد كانوا موجودين على الأرض بسوريا، وكان طبعا في بعض المناقشات بين أبو عمار والإخوان اللي بالكويت، يعني على إنه أنت بتاخد قرارات لحالك وأنت بتنفذ لحالك، ما بترجع الناس بالعمليات. ما بيقدر واحد بيعمل عمل مسلح يعني بده يتلفنهم ولا إيش بده يقولهم وهم بعاد بالكويت وهو على الأرض. فبالتالي صارت بعض الإشكاليات، فقرروا إنه بدهم يعزلوه ويعينوا واحد تاني كقائد لقوات العاصفة. فراحوا بعتين رسالة لواحد اسمه يوسف عرابي، وهذا يوسف عرابي كان صديق لأبو عمار وصديق لأبو جهاد وشاب رائع ومخلص وطني. من فتح هو كان أيضا عضو؟ لا، هو مش من فتح، هو كان بعثي. بعثي سوري. نعم نعم. ولكنه صديق لفتح، فراحوا معينينه. طب انتوا كيف بتعينوا واحد مش فتح على رأس القيادة العامة لقوات العاصفة؟ لما اجت الرسالة اجت على الشام، عرف فيها أبو عمار وأبو جهاد. فبما أنه هو بعثي، أبو عمار وأبو جهاد اتحركوا على القيادة السورية يناقشوا معهم الموضوع ويقنعوهم أنه هذا خطأ وما بصير. ولكن يوسف في هذاك الوقت كان متشدج كتير وبتحمس كتير يستولي على الموقع، فبالتالي بدأ يهاجم مكاتب الحركة ويحتلها. بسلاح يعني؟ بالسلاح؟ لا يعني خلص يدخل على المكتب ويستولى عليه، والشباب بيعرفوه يعني انه كان صديق، فكان يدخل المكاتب وخلص يحط ايده عليها. يعني عمل الحركة هاي في مكتب اسمه مكتب الشعلان، اول مكتب لحركة فتح. وبالتالي اللي كانوا بالمكتب، واختطف احد الشباب كمان، يعني صارت يعني هيك قصة من هذا النوع. وطبعا وابو عمار وابو جهاد طول النهار مش بالبيت، ما اجوا يعني ما رجعوا على البيت. وطبعا يجوا الشباب يسالوا ام جهاد وين ابو عمار، ما شفته، ما اجى. وين ابو جهاد، لسه ما اجى. المهم يعني ضلينا تقريبا لساعه 6 وهم يدوروا على ابو عمار وابو جهاد ومش مبينين، مش عارفين وينهم. انا بالبيت، وكان عندي بالبيت يعني كانت جايه طائره يعني محمله بالاسلحه من الجزائر، هي طبعا بالاساس جايه من الصين على الجزائر، والجزائر بعتوها على سوريا. فوين بدهم يخزنوا السلاح؟ بالبيت. قاموا خزنوه عندي في غرفه الضيوف، صالون كبير اكبر من هذا، من الارض للسقف كله اسلحه. فبالتالي بعض الاخوان اللي حسوا بحركه يوسف عرابي خافوا علي انه يجي على البيت لانه في سلاح. نعم. فإجا أحد الإخوان وكان اسمه محمد حشمة. محمد حشمة برضو كان ملازم أول، كان بعثي أصله عراقي، بعثي العراق. نعم. فبالتالي من الأساس في تناقض بين الاثنين، بعثي العراق وبعثي طبعا بينهم مصنع الحداد. إيه، فكان في بينهم تناقض. فإجا دق الباب، أهلا وسهلا أخي محمد، إيش في؟ قال أنا جاي عندك لأنك أنت لحالك وهذا يوسف عرابي عامل مشاكل،
وإحنا خفنا يجي لعندك، فأنا جاي علشان أحميك. طبعا أهلا وسهلا تفضل وقعد. طبعا يعني كان مستفز. لما صارت الساعة 8 قال لي إذا تركتك بتخافي؟ أنا قلت له لا بخافش، ما صدقت يروح لأنه شايفته أنا كتير منرفز، وأنا خفت يجي يوسف عرابي يقوموا التنين يتخانقوا يصير ما يصير وأنا لحالي. يعني بتعرف العقلية العربية كيف نعم بالآخر الواحد بفكر. فما صدقت يروح. لما انطلع راح وين؟ على بيت أبو عمار. كان موجود عدد من الإخوان اللي بيعيشوا مع أبو عمار في نفس البيت، قعد عندهم. فبيجي مين؟ أبو علي إياد الله يرحمه، الأخ أبو علي إياد الثاني. طلع هيك بقول لهم كلكم هين وتركين أختكم جهاد لحالها؟ قال له أنا كنت عندها وقالت لي إنها ما بتخاف. قال له بدك إن جهاد تقول لك بتخاف؟ أنا رايح عندها. فإجا. لما إجا ضلينا قاعدين يمكن للأربعة الصبح، وإحنا قاعدين على البرندة ونستنى يجي أبو عمار ولا أبو جهاد. بعدين إجوا الاثنين. لما دخلوا فتحنا لهم الباب، أبو عمار بيبكي بيقول لي البقية بحياتي. بقول له في مين؟ قال استشهد يوسف عرابي ومحمد حشمة. الاثنين ماتوا؟ الاثنين ماتوا. ايش اللي صار؟ انه وهم قاعدين كانوا عم بيحضروا للعشاء وحاطين السفرة على الأرض ومتحولين على الأرض، فداخل عليهم يوسف عرابي، وطبعا هداك قاعد هيك وهداك واقف على الحيط جنب الباب، وتلاسنوا اثنين فأطلقوا النار على بعض. رصاصة يوسف عرابي صابت محمد حشمة، وقع بأرضه استشهد. في مرافق لمحمد حشمة كان بغرفة تانية قاعد، طلع وأطلق الرصاص على يوسف، طلع بالكلاشن وأطلق النار على محمد، على يوسف عرابي، والتاني وقع واستشهد. هذه قصة مقتل يوسف عرابي اللي على أساسها اعتقل أبو إياد وأبو جهاد وأبو عمار. فطبعا إجوا أخذوا تاني يوم أبو عمار، وأخذوا بعد يومين ثلاثة إجوا أخذوا أبو جهاد بدون ما أعرف وين راح. قعد أسبوع كم مش معروف. فترة الاعتقال كم طالت؟ كيف؟ فترة الاعتقال كم طالت؟ طالت تقريبا بالنسبة لأبو عمار تقريبا 3 شهور ونصف، وبالنسبة لأبو جهاد يعني تقريبا 2 ونصف. نعم نعم. هل صحيح أنه أبو عمار لما كان في المعتقل عينك في قيادة العاصفة؟ صحيح. لما أنا قلت لك غاب يعني ما عرفت شوين أبو جهاد لمدة أسبوع، ونتصل بكل الأجهزة نسأل عليه، يعني إحنا توقعنا أنهم يكونوا اعتقلوه. نعم. ولكن ما كانوا يقولوا مش عنا مش عنا مش عنا. فأنا لجأت لجار إلنا كان بالجيش فأمن لي لقاء، قال لي أنه موجود بالشرطة العسكرية وبتقدر تروح تزوريه. فلما دخلت عليهم بالشرطة العسكرية كلهم الشباب حوالي 35 واحد، كل القيادة يعني اللي كانت موجودة على الساحة السورية واللي معروفة إنها قيادة كلهم كانوا بالسجن. نعم. فالتموا حوالي كلهم، وإيش عملتوا وإيش سويتوا وإيش صار؟ طبعا كنت أحكي لهم إيش صار. فأبو عمار لأنه 2 من الإخوة في اللجنة المركزية ساعتها قدموا استقالتهم من فتح ودخلوا بيوتهم وسكروا على حالهم، رفضوا يقابلوا أي حدا من فتح. نعم نعم. فبالتالي واحنا واقفين ابو عمار قال انت اخت ام جهاد انت هلا القائد العام لقوات العاصفه، بتختار 2 من الاخوه اللي بتثق فيهم وبدكم تكملوا العمل، لانه بدون ما تستمر الحركه بالعمل العسكري احنا حنروح. طبعا هذه مسؤوليه ضخمه. ايه ان تسلم لك قياده العاصفه. بالتاكيد هي مسؤوليه كبيره يعني. وطبعا اول سيده او امراه تتولى هذا المنصب، يعني احنا نتحدث العاصفه هي الجناح يعني العسكري. اللي ساعد بهذا الموضوع اني انا من البدايه بيعرفوني الشباب. يعني كانت علاقتي بالشباب يعني علاقه نضاليه معروفه لكل الشباب. ما كان عندهم اعتراض؟ ما كان عندهم اعتراض، بالعكس انا اخترت 2 من الاثنين اللي اخترتهم، الاخ ابو علي اياد. نعم. وأحمد أحمد الأطرس. بالمناسبة خروج أبو جهاد وأبو إياد من السجن في سوريا حدث بعد مأساة شخصية.
بهذيك الأثناء طبعا يعني كان عندي طفلين، جهاد ونضال. نضال كان عمره 2 سنين. الشيء يعني اللي كتير كان بيأثر فيا إنه دائما نضال كان نشيط كتير، يعني ولد فايع زي ما بيقولوا، حرك حرك كتير. فكان الله يرحمه أبو جهاد يقول لي ديري بالك على نضال، هيتشعبط منك بالبرندة ويقع ويموت. تصور هاي المقولة كان يقولها أكتر من مرة عادها، وبالتالي فعلا اللي حصل. وهو أبو جهاد بالسجن كان، وأبو جهاد بالسجن، نعم. وأنا طبعا كنت رايحة أزور أحد الإخوان السوريين حتى أعرف شو أخبار أبو جهاد، لأنه آخر مرة رحت فيها على الشرطة العسكرية قالوا نقلوهم. وين نقلوهم ما بيعرفوا، وهم كانوا ناقلينهم على سجن دمير. دمير. فلما جيت أطلع جيت أبو علي إياد وأحمد الأطرش، وين رايحة؟ رايحة عند فلان. ليش؟ بدي أشوف أخبارهم. طيب ليش ما أخذ الأولاد؟ خلي الأولاد عنا وأنت روح عشان ترجع بسرعة. لا لا، بدي أنا أنام أقعد عند أصحاب إلي، يعني اللي أنا رايحة عندهم، بدي أطول شوي. الولد نام على الأرض، فأنا حملته ونيمته على التخت ونزلت بدي أطلع. طبعا وعدوا إنهم يديروا بالهم على الدار، قعدوا 2 عنده وأنا نزلت. وصلت نص الدرج رجعت تاني، ضربت الجرس. ليش رجعتي؟ قلت لهم عشان أسكر باب البرندة وأنزل الشيش حتى ما يطلع نضال على البرندة. فعلا نزلت الشيش ورجعت تاني. لما اجيت بعد، طبعا كانت الأخبار سيئة إنه ناقلينهم على دمير وعم بيعذبوهم وبدهم يدخلوهم محاكمة مدنية على أساس إنهم مجرمين يعني، وهي ما كانت لصالحهم إطلاقا. لما استشهد نضال، لما توفى، طلبت من صديقة إلي إنه تعمل جهدها. كانت موظفة في وزارة الخارجية اسمها سعاد العبد الله، إنه تعمل جهدها يطلع أبو جهاد عشان يدفن الولد. الخارجية السورية قصدك؟ الخارجية السورية. الخارجية السورية هي كانت موظفة في وزارة الخارجية. فبالتالي تفاجأت طبعا هي ووعدتني، وبالفعل يعني أفرجوا عنه يمكن وقت متأخر من الليل. طبعا لما وصل كنت أنا عند أصدقائي اللي أخذوني من البيت حتى ما أبقى لحالي، ودخل قال لي مالك نضال جهاد ما له إشي؟ قلت له لا نضال. قال لي شو صار فيه؟ قلت له اللي كنت تتوقعه. قال لي كيف حاله؟ قلت له أعطاك أمي. فعبطني هيك وقال لي ما تزعل يا حبيبتي إن شاء الله بنعوضه. وطبعا قعد يحكي لأصحاب البيت عن الحياة بالسجن والتعذيب والقضية اللي قاسوها، المعاناة اللي قاسوها، وانهم له كان 21 يوم مضرب عن الطعام، والاخوان كمان نفس الشيء كانوا مضربين عن الطعام. يعني وضعه الجسدي والنفسي كان تماما سيء جدا، يعني انه في التعذيب والاضراب عن الطعام ويسمع خبر وفاة ابنه. ايه تخيل انت. ولكنه كان صلب، متماسك، كان متماسك جدا، يعني لدرجة انه بس حكوا للاخوان اللي كانوا معه لما راحوا على تشييع الولد انه بكي. قالوا لي انه بكي. من اللي تدخل في اطلاق سراحه؟ ولكن كان بنفس الوقت يحكي مع الشباب، كل اللي اجوا يعزوا كان يقول لهم ايش اللي صاروا على الثورة وعلى الاستمرار، يعني ما انهز ابدا. من الذي تدخل لاطلاق سراح ابو جهاد وابو عمار من السجن؟ كيف؟ من الذي تدخل لإطلاق أبو جهاد وأبو عمار من السجن؟ والله لما طلع أبو جهاد أول شيء عمله قال لي بدنا نروح نزور حافظ الأسد نشكره على أنه سمح له أنه يطلع. فروحنا استقبلنا وحكى له تفاصيل القصة وحكى له إيش اللي أنه يعني أنه اللي صار كله يعني قضاء وقدر، يعني أنه إحنا قيادة ما إلنا دخل في اللي صار. نعم. فبالتالي قال له قديش أعطوك بخارج السجن؟ قال له 3 أيام. قال له أنا مني كمان 3 أيام ما تروح على السجن،
ولكن روح قابل أحمد السوداني اللي هو كان مسؤول المخابرات. فراح قابل السوداني، وكمان السوداني أعطاه كمان 3 أيام، وراح قابل وزير الخارجية كمان، وهداك كمان طلب له 3 أيام. المهم ما رجعش على السجن أبو زياد. بنفس الوقت كان يشتغل مع الجزائر ومع السعودية من أجل إطلاق سراح الإخوان، علما أنه إجا وفدين من الكويت. الوفد الأول كان برئاسة فاروق القدومي ومعه عبد الله الدنان حتى يفتجوا عنهم، ما لبوا ما زبط. والوفد الثاني إجا فاروق القدومي وصلاح خلف أبو إياد، وكمان نفس الشيء، كمان ما تجاوبوا معهم. هذا يعني أنه حافظ الأسد حينها كان أتوقع وزير دفاع حينها كان وزير دفاع. وزير دفاع كانت لديه كلمة قوية بالنظام السوري حينها، حتى قبل أن يصبح رئيس. وفاة الولد وطلعت أبو جهاد هي اللي ساهمت بإطلاق سراح الإخوان. كلهم طلعوا بعد شهر، ولكن كان على أساس أنه يبعد أبو عمار عن سوريا. مفهوم. طيب. فطلع أبو عمار بدورية بده يجتاز الحدود اللبنانية حتى ينزل على فلسطين، وهناك كمنوا في مغارة فاعتقلهم الجيش اللبناني. مفهوم. طيب نتوقف هنا ست أم جهاد عند هذه النقطة، ونواصل الحديث في الحلقة المقبلة بإذن الله، يعني نغطي باقي الملفات والنقاط. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، نلتقي الأسبوع المقبل في الحلقة المقبلة أيضا. كان معكم بدر الدين الصاغ، السلام عليكم ورحمة الله.